وللمزيد حول أزمة الجفاف وظاهرة التصحر في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا أخي. حياكم الله. دكتور، وزارة الموارد أو وزير الموارد المائية في حكومة الكاظمي أكد أن تركيا تقاسمت الضرر مع العراق في أزمة المياه التي يعيشها في الآونة الأخيرة، لكن بطبيعة الحال إيران لم تفعل ذلك. ما الخطوات الفعلية التي قامت بها إيران للإضرار بجيرانها مائيا؟ إيران بدأت أولا بقطع أو تحويل مياه نهر الكارون اللي هو يمثل تقريبا نصف طريف مياه شط العرب إلى داخل الأراضي الإيرانية، وبعدها الكرخة وكثير من الروافد التي ترد إلى العراق من إيران، وآخر شيء نهر ديالة مثل ما قالت تقارير قبل لحظات على قناتكم الموقرة. فهذا هو التصرف إيران تجاه مشكلة الموارد المائية في العراق، يعني تحويل كافة الموارد المائية الواردة إلى العراق من إيران إلى داخل إيران. التصريح يقرأ في ناحية أخرى دكتور أن هناك اعتراف أو إقرار بأن موقف تركيا كان جيدا فيما يتعلق بأزمة المياه، لكن في المقابل يعني موقف إيران من أزمة المياه لم يكن موقفا يعني جيدا، وبالتالي هل هناك تبعات يمكن أن تتحملها إيران وفقا للمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بهذا الشأن؟ بالنسبة إلى تركيا، الرجل السيد وزير الموارد المائية التقى بنظراء في تركيا وتوصلوا إلى توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم حول تقاسم الأضرار بالنسبة لمياه نهري دجلة والفرات. أما بالنسبة إلى إيران فلم تتوصل وزارة الموارد المائية إلى أي اتفاق مع إيران، فالمجال الوحيد أو الشيء الوحيد اللي ممكن أن تعمله هو اللجوء إلى القضاء الدولي، لكن هذه المسألة مع الأسف ستأخذ وقت طويل جدا، وهذه الخطوة خطوة السيد الوزير هي الخطوة الأولى، المفروض يعني تتبعها خطوات أخرى، وهي أنه السيد رئيس مجلس الوزراء يستلم الملف حتى يكون بشكل قانوني أكثر تأثيرا، وبعدها أيضا البرلمان يجب أن يؤيد خطوة السيد وزير الموارد المائية. فالخطوة الأولى هو الوزير المختص يتكلم فيها، وبعدها المفروض رئيس مجلس الوزراء والبرلمان أيضا تتخذ إجراءات معينة في هذا المجال. تمام دكتور. في ناحية أخرى، ما أثر تلك الأضرار المتوقعة على الاقتصاد العراقي ولا سيما في قطاع الثروة الزراعية والحيوانية؟ في الحقيقة شحة الموارد المائية راح تأثر على كل الحياة في العراق مع الأسف بشكل سلبي جدا، يعني حياة المواطن وأيضا الإنتاج الزراعي وحتى الصناعة والبيئة. فالتقارير اللي ذكرتوها صحيحة جدا، زائدا هناك تقرير من اليونسكو يقول حتى في شمال العراق بحدود 100,000 مواطن من الأكراد تركوا الأرياف نتيجة شحة المياه، وتقارير أخرى تفيد أن هناك مشاكل كبيرة جدا في المحافظات الجنوبية بين المزارعين حول ندرة المياه، فهذه بداية المشكلة. بعدها طبعا الانتاج الزراعي تأثر بشكل كبير، أكثر من 40% قل الانتاج الزراعي. نعم. الثروة الحيوانية تأثرت بشكل كبير جدا، يعتقد أن نتيجة شحة المياه البيئة ستتأثر، يعني العواصف الترابية حسب تقديرات منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي سيكون هناك على الأقل 200 يوم من أيام كل سنة مغبر في كافة أرجاء العراق، وهذا يؤثر على صحة المواطن والنواحي الأخرى المختلفة. هل تعتقد دكتور أنه لدى الحكومة خطة لإدارة هذه الأزمة؟ والله
المفروض هناك طريقان تمشي به الحكومة. الطريق الأول هو التفاوض مع دول الجوار، وإذا ما وصلنا إلى نتيجة اللجوء إلى المحاكم الدولية. طبعا المحاكم الدولية هذه تأخذ فترة زمنية طويلة جدا، فلذلك هناك الخط الثاني وهو الإجراءات الداخلية. الإجراءات الداخلية إلى الآن إحنا ما شفنا أي شيء، يعني المفروض نظام الري يتبدل بشكل جذري كامل، يعني الري السيحي فواقده المائية كبيرة جدا لا تفيد في مثل هذه الحالة، فيجب مثلا البساتين كلها المفروض تتغير، الري يتغير إلى نظام الري بالتنقيط مثلا. زراعة الحنطة مثلا المفروض أيضا يكون الري بالرش، لأن فواقد هذه الطرق قليل جدا. فهذه جزء من الاستراتيجية اللي يجب أن تقوم بها الدولة، لكن هل أكو إجراءات معينة في هذا الاتجاه؟ وخاصة دكتور انه هذه أزمة سنوية متكررة، يعني ليست أزمة عابرة تمر في عام معين وتنتهي، لابد أن تكون هناك استراتيجية كما تفضلتم في إدارة المياه على قلتها الموجودة. بالضبط، أنا صار 15 سنة أتكلم حول هذا الموضوع وأنبه على هذا الشيء في عديد من المؤتمرات الوطنية والدولية، وكذلك نشرت كثير من البحوث حول هذه المسألة وكيفية تغيير الاستراتيجية. فالاستراتيجية إضافة إلى تغيير نظام الري يجب أن تكون جداول مثلا توزيع المياه تكون مبطنة من الأسفل والأعلى حتى نحافظ على الموارد المائية، لأنه القنوات الحالية الفقدان فيها كبير نتيجة الرشح والتبخر. وكل الدراسات تشير، وخاصة مثلا قبل فترة بسيطة مؤتمر جلاسكو، العراق هو خامس دولة متأثرة بالتغير المناخي، والتغيير في درجات الحرارة في العراق هو أكثر من المعدل العالمي بدرجة ونص تقريبا، وهذا يؤثر على كمية المياه المفقودة بواسطة التبخر. فلذلك استراتيجية إدارة المياه يجب أن تتغير بشكل جذري. دكتور، هل يعني ذلك أن أزمة المياه في الحقيقة هي الأزمة الأكبر التي يواجهها العراق إلى جانب طبعا أزماته المعروفة السياسية والأمنية؟ طبعا مسألة المياه حاليا هي أكبر مشكلة يواجهها العراق، لأن هذه المشكلة هي تأثر على كل نواحي الحياة، يعني لا حياة بدون مياه. فلذلك هذه المسألة إذا ما تجاوزناها أو أوجدنا لها الحلول الملائمة، فلا سمح الله يعني راح تحدث كارثة بالنسبة للعراق، يعني راح يتحول إلى منطقة صحراوية، وهذا يؤثر على كل نواحي الحياة بالنسبة للمواطن العراقي بشكل سلبي مع الأسف. أشكرك جزيلا الدكتور نظير عباس الأنصاري المتخصص في شؤون المياه، كنت معنا عبر سكايب من ستوكهولم، شكرا لك دكتور. أهلا وسهلا بكم.